اهلا بيكم، انا دكتور عبد الله حاتم from IG Chemistry. كتير جدا من الطلبه بتوعي عندهم مشاكل مع تشابتر الكيميكال كالكوليشنز، عشان كده انا قررت ان انا اصور التشابتر ده وانزله في هيئه 7 فيديوهات ان شاء الله هنزلهم الفتره الجايه. الفيديو ده يعتبر انترودكشن للتشابتر بتاعنا. ازاي اوزن الاتوم؟ لو انا عايز اوزن صخره فور اكزامبل، اوزنها باليونت الانسب والادق اللي هي الطن. لو انا عايز اوزن كيس فاكهه هوزنه باليونت الانسب والادق اللي هي كيلوغرامز. لو انا عايز اوزن شويه دي هوزنه بالجرامز اند سو اون. كل جسم انا عايز اوزنه بختار اليونت الانسب والادق عشان اوزن الجسم ده. ازاي اوزن الاتوم؟ وزن الاتوم يعني الماس نمبر. يعني ايه ماس نمبر؟ يعني the number of protons plus the number of neutrons. وزن الالكترون نيجليجيبل جدا وصغير جدا، فانا مش بحطه معايا في الحسابات بتاعتي، اعتبره مش موجود اصلا. الوزن بتاع بروتون 1 اتوميك ماس يونت، والوزن بتاع النيوترون ايكوالز الوزن بتاع البروتون اللي هو 1 اتوميك ماس يونت. ولكن يعني ايه اتوميك ماس يونت؟ تعال نبص على الكربون. الكربون الوزن بتاعه 12، الماس نمبر بتاع الكربون 12. يعني ايه 12؟ يعني 6 بروتونز بلس 6 نيوترونز ايكوالز 12. عشان وزن بروتون ايكوالز الماس بتاع نيوترون اللي هو 1 اتوميك ماس يونت، لو انا جبت الكربون ديفايدد باي 12 هيديني 1 اتوميك ماس يونت. يعني ايه اتوميك ماس يونت؟ اتوميك ماس يونت ان ريليشن تو جرامز از 1 atomic mass unit equals 1.66 times 10 to the power of negative 24 grams. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا قلت لك ان the mass number of hydrogen in the periodic table is 1 atomic mass unit، يعني وزن الهيدروجين 1.66 times 10 to the power of negative 24 grams. ولو انا قلت لك في example تاني، وزن الاكسجين في periodic table 16 atomic mass unit. يعني ايه؟ يعني وزن الاكسجين 1.66 times 10 to the power of negative 24 grams times 16 هيديني وزن الاكسجين in grams and so on. في الفيديو ده انا حاولت اوضح يعني ايه الماس نمبر اللي انا بشوفه في البريدكت تيبل، ويعني ايه كلمه atomic mass unit، وازاي اوزن